يقدر. ايش لون اسوي؟ لا ودقيقه بقلد لكم ريمه بعدين بعد. اذا صحت من النوم يعني تسوي انه هي انسانه سعيده في الحياه وانه الدنيا مره حلوه. صباح الخير ريما، صباح النور، يلا نفتح الطاقه. هي مو داري ايش قاعده تسمع اصلا بس لا انا عارفه والله ابتسم. فجاه ريما تناظرني وهي ماشيه بعدين اسمعي بقول لك شيء. والله يا صار صار مدري ايش. لا والله هي ترى هي دائما تبدا في السوالف دي. اول ما اصحى من النوم تاني افتح عيوني كذا. افتحي عيوني كذا. تعال تعال رنا شفتي وش صار؟ مدري وش بقول لك سالفه ما ادري. خلاص اقول كذا انا ابتسم بس ساكته ما ابغى اتكلم. ساكته ما ابغى اتكلم. دقيقه نسيت القعده. ايوه كذا. لا لا بس في نقطه بعد تقدني فيها. ايش هي؟ شبشب؟ لا 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 لما اكون لابسه بيجامه ايش البس؟ بيجامة وأنا صاحية صباح أسوي قهوتي. مع كعب. كعب عام. أوكي. تقول بكامل أناقتها ما شاء الله والله العظيم. إي إي لا ولما أكون لابسة بيجامة الشخصية تختلف. إي إذا لبست البيجامة تصير شخصية مختلفة. إي أصير كذا عادي وكذا. هي كل لبس مع الكعب. لا تخيلي أنا أصحى من النوم نايمة فجأة أسمع واحدة تدور في البيت طق 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 في الحمام طق 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 في كل مكان طق 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 طق. طبعا أكيد إني أنا ما حنام. اوكي. أي. ولما اكون لابسه فستان لا تصير مره اوفر يعني اني المرحله الملكيه اسمها مره أي. طب اقول لكم ريما ايش تسوي. اول شيء ريما لما تسولف سالفه اقسم بالله السالفه يكون مدتها تقريبا المفروض 10 دقائق ريما 3 ساعات لدرجه مثلا واحده من تسولف سالفه تقول والله شفت فلان جاء وما ادري ايش وكذا. لا ريما ايش تقول؟ والله جاء فلان كنا قاعدين في غرفه لونها رصاصي والكراسي لونها تفاصيل. قاعده اعطي تفاصيل تشويق يعني في داخلي كاتبه يعني نور شجك لو تدري عني تخليني اكتب معها. البلا مو في كذا. البلا ان حتى الحلم فيه ديتيل قسم بالله. تقولي بالحلم تخيلي رانا داخله بالصاله وهذا كان لابس كذا وهذا كان لابس تيشيرت ابيض وهذا كان لابس بنطلون اخضر وهذا كان كذا وكنا قاعدين في غرفه كذا وكان شعره كذا بعدين اعطيك التفاصيل. انا دقيقه يعني في التفاصيل انا ما تحب تدخل في الموضوع على طول دايركت ما عندي اي تشويق. يا